حدد المجال ومدى الاقتران f x تساوي 3x تربيع زائد 6x ناقص 2. مجال الاقتران عبارة عن مجموعة جميع المدخلات الصالحة أو جميع قيم x التي تصلح لهذا الاقتران، ويمكنني أن أخذ أي عدد حقيقي وأقوم بتربيعه وأضربه بثلاث، ثم أضيف 6 مضروبة في ذلك العدد الحقيقي، ثم أطرح 2 من الناتج. إذن أي عدد، إذا كنا نتحدث عن عدد حقيقي بالتالي نحن نتحدث عن أي عدد، إذن المجال أي مجموعة المدخلات الصالحة أو مجموعة المدخلات التي يعرفها هذا الاقتران هي جميع الأعداد الحقيقية. إذن المجال هنا هو جميع الأعداد الحقيقية. وإلى أولئك الذين ربما يتساءلون، حسنا، أليست جميع الأعداد حقيقية؟ ربما أنكم تعرفون أنه يوجد مجموعة من الأعداد والتي تكون غريبة بعض الشيء عندما نتعامل معها لأول مرة، تسمى بالأعداد الوهمية والأعداد المركبة، لكن لا أريد الخوض في ذلك الآن. إن معظم الأعداد التقليدية التي تعرفونها تعتبر جزءا من مجموعة الأعداد الحقيقية التي تشمل كل شيء ما عدا الأعداد المركبة. إذا تأخذ أي عدد حقيقي وتضعه هنا، يمكنك أن تقوم بتربيعه، تضربه بثلاث ومن ثم تضيف إليه 6 مضروبة به وتطرح 2. الآن المدى على الأقل بالطريقة التي كنا قد فكرنا بها في عدة عروض هو مجموعة مخرجات الاقتران الممكنة، أو كما نقول y تساوي f x على الرسم البياني. كما قلت، جميع قيم y الممكنة، وحتى تستوعبونه سأحاول تمثيل هذا الاقتران بيانيا هنا. وإذا كانت المعادلة التربيعية مألوفة بالنسبة لكم، أي مثال هذا الاقتران الموجود بها، فهو عبارة عن معادلة تربيعية. ربما أنك تعلم أن له شكل قطع مكافئ يبدو هكذا، فهذا القطع مفتوح للأعلى والنوع الآخر يبدو هكذا، وترى أنه عندما يمتلك القطع المكافئ شكلا كهذا لا يأخذ أي قيم أسفل الرأس، وعندما يكون مفتوحا للأعلى ولا يأخذ أي قيمة تقع أعلاه إذا كان مفتوحا للأسفل. دعونا ننظر إليها، دعونا نرى إذا كان يمكننا أن دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نمثل هذا على الرسم البياني. دعونا نرى كيف يمكننا أن نفكر في هذه المسألة. إذا سأجرب بعض قيم X وقيم Y. هناك عدة طرق أخرى لحساب الرأس، واحدة من هذه الصيغ تقوم على إكمال المربع للعبارة التربيعية. دعونا نجرب بعض قيم x ونجد كم يساوي f في x. دعونا نجرب القيمة التي اخترناها في العرض الأخير. ماذا يحدث لو كانت x تساوي 2؟ بالتالي f في x تساوي 3 ضرب سالب 2 تربيع زائد 6 ضرب سالب 2. 6 ضرب سالب 2 تساوي سالب 12 ناقص 2. إذا يساوي 12 ناقص 12 ناقص 2، أي سالب 2. الآن ماذا يحدث لو أن x تساوي سالب 1؟ ستكون 3 ضرب سالب 1 تربيع وتساوي 3 ناقص، أو يجب أن أقول زائد 6 ضرب سالب 1 وتساوي سالب 6 ثم سالب 2. إذا يساوي 3 ناقص 6 ناقص 2، وهذا يساوي سالب 5، وذلك هو الرأس. وكما تعلمون أن صيغة الرأس مرة أخرى ستكون سالب b على a، وسالب b عبارة عن معامل هذه العبارة هنا وهو سالب 6. سالب 6 على 3 ضرب 2 ويساوي سالب 1. إذن هذا هو الرأس، لكن دعونا نستمر في هذا. إذن ماذا سيحدث لو أن x تساوي 0؟ أول عبارتان سيكون ناتجهما 0 ويتبقى لدينا سالب 2.
كما ترى فإن هذا هو الرأس. إذا بدأت ترى التماثل، إذا أردت الذهاب لأعلى الرأس فإن f x تساوي سالب 2، وإذا انتقلت قيمة واحدة لإكس أسفل الرأس أو أسفل قيمة إكس للرأس فإن f x مرة أخرى تساوي سالب 2. دعونا نستمر، يمكننا أن نجرب نقطة واحدة أخرى هنا. لدينا يمكننا أن نجرب إكس تساوي 1، عندما إكس تساوي 1 لدينا 3 ضرب 1 تربيع تساوي 1 زائد 6 ناقص 2 أي يساوي 9 ناقص 2 ويساوي 7، وذلك أعتقد أنه هذه النقاط كافية لنجد كيف سيبدو التمثيل البياني أي التمثيل البياني للإقتران. إذا سيبدو هكذا، سأفعل أفضل ما لدي لرسمه. إذا هذا x تساوي سالب 2، دعوني أرسم جميع قيم x. هذا x تساوي سالب 1، هنا هذا x تساوي 0، وهذا x تساوي 1 تقع هناك، نتجه من سالب 2 وصولا من موجب، أو يجب أن أقول من سالب 5 إلى موجب 7، فلنفترض أن هذا سالب 1 2 3 4 5، تلك هي سالب 5 هنا على محور y. ثم دعوني أنتقل إلى موجب 7، 1 2 3 4 5 6 7، يمكنني الاستمرار. ها هنا يقع على y، وسنقول y ما أريد وضعه في الإقتران، y تساوي f الإكس. هذا واحد. الآن دعونا نعين النقاط التي لدينا. لدينا النقطة سالب 2 وسالب 2، عندما x تساوي سالب 2 تكون y سالب 2، إذا تقع هنا، تلك هي النقطة. سالب 2 وسالب 2 هذا كافي. ثم لدينا هذه النقطة المكتوبة باللون البنفسجي، عندما x تساوي سالب 1 فإن f x تساوي سالب 5، عندما x تساوي سالب 1 فإن f x تساوي سالب 5، سنقول أن هذا الرأس والتماثل سيكون حوله. إذا هذه هي النقطة سالب 1 وسالب 5، ثم لدينا النقطة نقطة 0 وسالب 2، عندما x تساوي 0 فإن y تساوي سالب 2، حيث f الإكس تساوي سالب 2 أو f الصفر تساوي سالب 2. إذن هذه هي النقطة 0 وسالب 2. وأخيرا عندما x تساوي 1 فإن f الواحد تساوي 7، f الواحد تساوي 7، إذن هذه هي النقطة 1 و7. لنرى الآن القطع المكافئ كيف سيبدو وإلى أين سيكون مفتوحا. سأحاول أفضل ما لدي لرسمه. إذا سيبدو هكذا، وسنستمر في ذلك الاتجاه ونستمر في ذلك الاتجاه، لكن أعتقد أنكم ترون أن التماثل حول الرأس. إذا أردت وضع خط هنا فسيبدو الجانبان كصورة طبق الأصل لبعضهما، حيث يمكنك قلبهما، وهذا كما نعلم هو الرأس، ونعلم هذا أيضا لأن هذا القطع المكافئ مفتوح للأعلى، ونعرف الصيغة التي يمكن حسابه بها، لكن القطع المكافئ والرأس يكون النقطة الأقل، هذه القيمة الأقل التي يمكن أن يأخذها القطع المكافئ. ولنعود للسؤال الأصلي، هذه جميع قيم المدى، جميع المخرجات أو جميع قيم y التي تنتج من الإقتران كما ترى، فإن الإقتران لا يمكن أن ينزل أسفل السالب 5، حيث أن سالب 5 هي نقطة الرأس، لكن كلما اتجهت إلى اليمين حيث x تزداد إلى اليمين أو تقل إلى اليسار، بالتالي يكون القطع المكافئ سيكون مفتوحا إلى الأعلى. إذا القطع المكافئ لن يعطيك قيما، أو أن f الإكس لا تكون أقل من سالب 5.
بالنسبة للمجال، يمكن أن تتخذ جميع القيم، أو يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية كلما كبرت أو صغرت قيمة X. إذا المدى هنا، وقد قلنا أن المدى عبارة عن قيم Y الممكنة، وهي جميع الأعداد الحقيقية، جميع الأعداد الحقيقية التي تكون أكبر من أو تساوي سالب 5. ويمكن أن يأخذ قيمة أي عدد حقيقي أكبر من أو يساوي سالب 5، ولا يكون أقل من سالب 5.